ايه قصة بقى ميسي الغلابة؟ والله عنه شوية. هي الناس عم تقول انت شبه ميسي شبه ميسي شبه ميسي. وانا مش عارف بصراحة الحوار ده طلع عليه ازاي بأمانة الله يعني. شبه ميسي. اه. الناس بتقول كده. هو جت في وقت حلو. ايوه. ان ميسي ساب باريس سان جيرمان وراح مش عارف فين حتة. وانت قمت طالع بيه بترند بالترند بتاعي. قال لك زودونا شغال من اول انفار. ميسي قال لك ميسي شغال في الصحراء. اه. يا جدعان ميسي شغال باليومية. باليومية وبيقول للمقاول زودني 20. ايوه. طب عايز اسالك برضو عن الرد الفعل. انت اتشهرت قوي بعد الفيديو ده، بعد فيديو زودونا. دلوقتي لسه طالع من شويه بتقول جوزونا. في حكايه زودونا وجوزونا، انت بتشتغل بالسجع والقافيه بقى. الشباب في معاناه. الشباب حاليا قسم من بالله في معاناه. من الاهالي طبعا. اكيد طبعا. الاهالي تروح يا اخوي للواحده عشان تخطبها تقول لك عايزين 200. ما انت عارف المشكله في ايه؟ ان ابو العروس يبقى قاعد حاطط رجل على رجل. ايوه. وعم تبقى الجزمه بتاعته مخرومه من قدام وصباعه طالع منها. والشاي بيشربوا سلف. ايوه بيشربوا سلف. أيوه. ويجي يقول لك تحس ان هو عم يبيع بهيمه. ايوه. تحس ان هو عم يبيع بهيمه عم يفصل فيها. ايوه. يا عم الحاج حلوه 50. لا. والله العظيم ما تجيبها همها. انت يا عم قاعد في السوق. يعني المفروض ان احنا نقف مع بعضنا شويه. انت عم تشتري راجل. والمصيبه بعد ما يدفع دم قلبه ويكوع ايش هنا وايش هنا. تقعد لها شهر ولا اسبوعين وتطلب الخلع على طول. طوالي ليه؟ زودونا. زودونا في القايمه. أيوه. وزودونا في الذهب وحط في جيبك. ده اللي عم يحصل الفتره دي. ايوه. فانت طلعت بقى، بس انت اللي كان القصد بتاعك هو زودونا 20 بتاعت الترند اللي هو الراجل المقاول. ايه حكايه المقاول ده؟ انت قلبت مصر بالفيديو ده. والله انا راجل عامل بسيط على جديه. انت قد الدنيا. الله يخليك. ايوه. فايه هي الترند؟ الناس كلها حسته على فكره. ده مش العمال بس. انا حسيته. انت حسيته عشان انت موظف. ايوه. نفسك تزيد. ايوه. فهي الناس كلها عايزه تزيد. وقلت له زودونا. طب اهم حاجه طردك من الشغل. مشاني. انا اتطردت بقى. قال لي علاء خد بعضك واتكل على الله. طب ليه يا مجاول؟ قصه دخلت عليه وقلت له زودني فمرضيش فبتاع. احكي لنا القصه. انا اشتغلت معاه 10 سنين. يا ساتر يا رب يا ساتر. 10 سنين شغال معاه في الصحراء. يا ساتر يا وكنت رب. انا ماسك الانفار والعمال الاثنين. ايوه. يا جدعان احنا عايزين نزيد 20 جنيه. أيوه. طبعا العمال خايفه تتكلم. ولا واحد فيهم نطق. مرضيش. ما اللي هيتكلم هيتاذي يسيب شغله. ايوه. فانا قلت لا، اللي معاه الحاج. اللي معاه الحاج عينه قويه. عينه قويه. فانا رحت له قلت له بص يا عم الحاج زودنا 20. ايوه. والله ما تخسر حاجه، اما نسيب الشغل. ايوه. قال لك لا يا عم علاء، انت سيب الشغل والانفار مش هسيب الشغل. ايوه. راح للانفار. يا جدعان عايزين تزيدوا الانفار. ما نطقتش. ما نطقتش. ايوه. طب يا عم انا اتكل على الله بالسلامه. قمت طالع ماسك الموبايل كده اهو مدي ايدك. على طول رحت ماسك الموبايل كده. وقمت فاتح لايف. ايوه. وايه العامل يطلع من بيت الساعه 6 الصبح ل 6 المغرب ب 110 على الطلاق؟ لا اطلع افضحكوا على النت. انا مش عم يهم حد غير ربنا. زودونا. يعني باش تخسر حاجه ما تزودونا 20 يعني. 20 هي ده اللي انا عملته. ايوه. كملت بقى قاعد. يا جدعان كيلو اللحم كان بكذا. ايوه. وكل البصل كان بكذا. ايوه. وكل البطاطس كان بكذا. ال 600 جنيه بتطلع منها بتروح ست البيت. ال 600 جنيه عم تيجي اخر اسبوع وعم تضيع في السوق يا بتوع الملايين. ايوه يا بتوع الملايين. هم قاعدين يكنزوا على قلوبهم. ايوه. واحنا اللي شاربين المر. واحنا يفجرونا. يفجرونا. ايوه. وشوحونا وطيرونا. رد فعل الناس بقى بخفه دمك ووجه الشبه بينك وبين ميسي. يعني في ناس استخفت دمك، في ناس قالت لك برافو عليك، اتقدم لك عروض تمثيل، كلم جمهورك لان الناس بتحب الكاركتر بتاعك وتحب شكلك وتحب كلمه زودونا. زودونا 20. أيوه. بص بص يا باشمهندس، بفضل الله انا الترند بتاعي حس الناس كلها. ايوه. وانا الترند بتاعي كان فيه رساله. فيه رساله. كان فيه رساله. انا ما طلعتش هبلت وقلت كان ومان والحوارات دي. النبي الله اكبر عليك. بدليل. الله اكبر. بدليل. ست البيت بتقول لجوزها ايه؟ ايه؟ زودونا. زودونا 20 يا المصروف. أيوه حصل حصل.